يواجه عدد من السوريين العالقين في لبنان والراغبين في مغادرة سوريا إلى دول إقامتهم صعوبات في السفر عبر الأردن، إذ يحملون على تحويل رحلات سفرهم إلى عمان نظرا لصعوبة الوصول إلى مطار بيروت وإلغاء رحلات طيران عبره. هذا الأمر يثير تساؤلات بشأن الإجراءات اللازمة لدخول السوريين إلى الأردن، وهل تختلف بين الدخول بريا وجويا؟ وماذا عن حالة الترانزيت؟ وما الفرق بين الموافقة الأمنية وتأشيرة المرور؟ ومن هي الفئات التي تحتاج الموافقة لدخول البلاد أو عبورها؟ حول ذلك تنضم لنا بديعة الصوان مراسلة تلفزيون سوريا من عمان. هل من إجابات لهذه الأسئلة لديك بديعة؟ نعم وجيه، بالفعل هنالك إجابات وهي تتمثل في قرارات حكومية. نحن نعلم بأن الأحداث الغير مسبوقة في لبنان أجبرت الكثير من المتواجدين على لبنان بغض النظر عن جنسياتهم إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن، ولكن نتحدث عن السوريين كحالة خاصة باعتبار أنهم خارج بلادهم، بعضهم من يصنف كلاجئ وبعضهم من كان مقيم، وهنا تكمن الإشكالية. فيما يتعلق بإجراءات دخولهم إلى الأردن، في الحقيقة الأمر يختلف باختلاف الهدف من الدخول إلى الأردن. إذا كان السوري المتواجد في لبنان يرغب في الدخول إلى الأردن بصفة الزيارة أو زيارة الأقارب، وهنا نستطيع أن نتحدث عن الإجراءات الحكومية التي أعلنت عنها الأردن العام الماضي، وهي ما زالت مستمرة حتى اليوم وفق وزارة الداخلية، إذ قالت لنا بأنها لا يوجد هنالك أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بدخول السوري. نتحدث بأن اللاجئين المتواجدين في سوريا باستطاعتهم الدخول إلى الأردن لا يستطيعون الدخول إلا بعد أن يقومون بتقديم موافقة أو تقديم أو تعبئة النموذج المتواجد في المعلن عنه في وزارة الداخلية الأردنية، يستطيعون أن يقدمون عبر هذا الموقع وينتظرون 10 أيام للحصول على النتيجة بالقبول أو بالرفض. هنا نتحدث بأنه يجب أن يرفقوا إما وثيقة السفر وهي خاصة بالأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ، أما المتواجدين يحملون إقامة فيرفعون صورة عن هذه الإقامة. هذه نستطيع أن نقول بأن هذه الإجراءات متعلقة بالسوريين باعتبار أن السوريين من الدول التي لا يسمح لهم الدخول إلى الأردن إلا أن يكونوا يعني حاصلين على موافقة. فيما يتعلق بسؤال الترانزيت، سألتني كنت عن الترانزيت وهي تتعلق بالأشخاص الذين لا يرغبون في الدخول إلى الأردن، ولكن الأردن بالنسبة لهم هي دولة عبور إلى منطقة أخرى. نتحدث هنا بأن كان هنالك العديد من المطارات التي باتت خارج الخدمة، يعني ونستطيع أن نقول بأن مطار الملكة علياء أو المطارات الأردنية هي ما زالت تعمل حتى اليوم، فكانت بديل جيد بالنسبة للسوريين، إلا أن ذلك يعني يعود إلى عدة إجراءات يجب أن يقومون بها قبل الدخول إلى الأردن. نستطيع أن نقول بأن اللاجئ السوري أو السوري بشكل عام المتواجد في لبنان ويرغب في الدخول إلى الأردن، أو حتى المتواجد في سوريا ويرغب في الدخول إلى الأردن تمهيدا للخروج إلى دولة ثالثة، يجب أن يكون في البداية يحمل تأشيرة بقصد المرور، وهي يحمل وثيقة بأن تكون مدة إقامته في الأردن لا تتجاوز 72 ساعة، يعني بعد خلال 72 ساعة يجب أن يغادر الأردن إلى الدولة الثالثة، وأيضا يجب أن يكون يحمل الوثائق التالية وهي تتمثل بجواز سفر وهي للأشخاص المقيمين، أو وثيقة سفر وهي خاصة باللاجئين، بشرط أن لا تنتهي أو تكون سارية المفعول لمدة 6 أشهر. كذلك الأمر يجب أن يحمل ما يثبت بأنه قادر على أن يدخل هذه الدولة الثالثة، يعني يستطيع دخولها، وهو يكون يحمل يا إما تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الثالثة أو يحمل إقامة فيها. كذلك الأمر يجب أن يكون يحمل صورة عن إثبات في البلد المقيم فيه، يجب هذا الإثبات أن يكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر، وإذا كان يعمل في دولة ثالثة يجب أن يكون يحمل وثيقة عمل أو رخصة مهن سارية المفعول في هذه الدولة. نتحدث اليوم عن أن هذه الإجراءات هي ذاتها، لا يوجد أي إجراءات بديلة ولا يوجد أي إجراءات أعلنت عنها الأردن منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان، فبالتالي هم يستطيعون الدخول إذا كانوا يرغبون في الإقامة في الأردن، أو يرغبون مثلا في زيارة عائلاتهم، أو يرغبون في زيارة الأردن باعتبار أن لبنان تشهد حالة من التوترات ولا يستطيعون مثلا الدخول إلى سوريا،
يستطيعون أن يقومون بذلك من خلال التقديم على موقع وزارة الداخلية الأردنية، يرفقون الوثائق المتمثلة في جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذلك الأمر إذا كانوا لاجئين ولا يحملون جواز سفر فبالتالي هم يحملون بالتأكيد وثيقة سفر، وهي تكون خاصة باللاجئين. أيضا يجب أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. أما إذا كانوا يرغبون في المرور إلى الأردن تمهيدا لخروجهم إلى دولة ثالثة يستطيعون ذلك، وذلك من خلال يعني يكون يحملون تأشيرة مثلا إلى هذه الدولة الثالثة أو يحملون إقامة في الدولة الثالثة، وكذلك الأمر يحصلون على تأشيرة تشير بأنهم سيغادرون الأردن خلال 72 ساعة. هل هناك فئات تحتاج إلى مستندات أخرى أو مستثنى من هذه الإجراءات التي أشرت لها فيما يتعلق سواء بالموافقة لدخول البلاد أو للحصول على تأشيرة المرور؟ نعم بالفعل هنالك استثناءات. هنا نستطيع أن نتحدث بأن السوري مثلا الذي يحمل وثيقة من دولة أجنبية أو إقامة في دولة أجنبية أو كان مثلا يحمل إقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، هنا يستطيعون الدخول إلى الأردن دون الحصول على لا موافقة أمنية ولا حتى تأشيرة، ويستثنى من هؤلاء الأشخاص من كان مقيما في الأردن في وقت سابق وخرج من الأردن، هنا يجب عليه أن يقوم بتقديم موافقة أمنية. نتحدث عن السوريين المتواجدين في سوريا ويرغبون في الدخول إلى الأردن وجيه، هنا أيضا يجب عليهم الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وأيضا يجب أن يكون هنالك كفيل وهو يتمثل في شركات أو المكاتب السياحة والسفر، يجب أن تكون مرخصة لدى وزارة الداخلية الأردنية. هذا يضمن للأردن بأنهم سيغادرون الأردن في بعد انتهاء مدة الإجازة، وهذا يشير إلى مخاوف أردنية في الحقيقة من أن يبقوا في الأردن مثلا أو يزداد عدد اللاجئين، ولكنه في الوقت ذاته هذه تسهيلات للعائلات مثلا التي الأشخاص الذين مثلا عائلاتهم متواجدة في الأردن يرغبون في زيارتهم، أو الأشخاص الذين يرغبون في زيارة الأردن بقصد السياحة، هذه تسهيلات ولكنها أيضا ضمانات للأردن بأنهم لم يبقوا في داخل الأردن بصفة لاجئين، أو مثلا وهنا نتحدث بأنه سيكون عليهم غرامة مادية كبيرة، وهناك عقوبات في من يدخل الأردن ويبقى ولا يلتزم بالمدة المحددة له. ما هي يعني الغرامات على من يفعل ذلك؟ مثلا إذا حصل على تأشيرة مرور ولم يعني يلتزم بالفترة المحددة؟ لن أسمع سؤال جيدا. فيما يتعلق ب يعني إذا حصل وأخذ أحد الأشخاص تأشيرة مرور للسفر إلى منطقة أخرى لكنه اضطر إلى البقاء بشكل أو بآخر أو لسبب لآخر بقي في الأراضي الأردنية، ما الذي سيترتب على هذا الفعل؟ نعم، هو الاتفاق أو العقد يكون بين الشخص يعني السوري ويكون بين مكتب السياحة والسفر، فيكون هنالك أعباء مادية كبيرة في الحقيقة، يعني مبالغ مالية كبيرة إذا بقي في الأردن وربما تتكبدها مكاتب السياحة والسفر، فبالتالي هذه المكاتب هي تعتبر ضمانة بالنسبة للأردن، الأردن لا يتعامل في هذه الحالة مع اللاجئين أو مع السوريين المتواجدين، ولكنه يتعامل بشكل مباشر مع هذه المكاتب التي ستضمن للأردن بأنه لن يخالف هذه الإجراءات وسيغادر الأردن إما خلال 72 ساعة، هنا نتحدث عن الذي يدخل ترانزيت أو الأشخاص الذين يدخلون بقصد السياحة أو الزيارة. أنت أشرت إلى مسألة أن الموافقة الأمنية تحتاج ربما إلى فترة 10 أيام أو هذه مدتها، ماذا عن تأشيرة المرور؟ كم المدة المعتاد إعطائها فيها؟ أن بالفعل الأشخاص الذين يرغبون في حينما يقدمون موافقة أمنية عبر موقع وزارة الداخلية يحتاج إلى 10 أيام عمل، ولكن الأشخاص الذين يرغبون ترانزيت نتحدث عنهم هي منطقة عبور لا يقدمون عبر الموقع، فبالتالي هم يستطيعون مباشرة التوجه إلى الحدود أو الحجز، نتحدث إما عن الحدود البرية أو الحجز في الملكية الأردنية أو في الطيران الأردني، وعند وصولهم إلى الأردن أو إلى المطار أو إلى الحدود البرية يتم إعطائهم هذه الوثيقة التي تقول لهم بأن يجب عليكم مغادرة الأردن خلال 72 ساعة. بديعة الصوان مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من عمان، شكرا لك.